السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم أعزائي المتابعين. اليوم رح نعمل مع بعض حلى خلية النحل بدون سكر، عملتها بحشوة جبن العكاوي. هاي هي، والحلى رح يكون بحليب المكثف ونخليه على جنب. طبعا طريقة الحليب المكثف أنا عرضت لكم إياها مسبقا بالقناة، بتلاقوها بصندوق الوصف بطريقة كتير سهلة وناجحة 100%. شايفين؟ إذا هاي بحشوة جبن العكاوي، كمان رح تلاقوا رابط عمل الجبنة بصندوق الوصف. هاي يلي بالتمر، العجين بدون بيض وأيضا بدون سكر، بتناسب جميع العائلة. اللي حابب بيكون بسكر بيحليها إما بالحليب المكثف أو بدبس التمر مثل ما شايفين. طعمتها رائعة كتير كتير ومثل المعروك بالنتيجة. خلينا نبدأ بتحضير العجينة. عندي كوب ونص من الحليب الدافئ، راح أحط بالبداية جزء من كمية الحليب الدافئ، راح أحط ملعقة طعام كبيرة خميرة وأيضا نصف ملعقة من السكر. بنحركهم مع بعض، بعدين راح أضيف 3 كوب من اللبن الزبادي بدرجة حرارة الغرفة. كمان مشان ناخد نكهة طيبة للعجينة حطيت 8 كوب حليب بودرة، وللنكهة نصف ملعقة طعام من المحلب. إذا ما توفر عنكم أو ما عرفتوا شو ضفت، فيكن تضيفوا فانيلا. هلا رح أحط كمان مشان لون العجينة ملعقة من القطر أو الشيرة، وهلا رح ننزل 3 أكواب ونص يعادل 500 جرام من طحين الأبيض متعدد الاستعمالات. هلا بضيف كمية الحليب اللي بقيت عندي بالتدريج لحتى تتجانس العجينة. رح أحط رشة صغيرة من الملح مشان تجانس المكونات بهالمرحلة. بيبقى عنا 2 معلقة طعام من الزبدة، منضيفهم بس نحرك شوي، بيعطيكم طعم. إذا ما توفرت الزبدة بتحطوا زيت نباتي. تمام، يلي حابب يضيف سكر للعجينة نصف كوب أو 3/4 كوب قد ايه انتو بدكن. أنا ما ضفت غير ملعقة صغيرة مشان تفاعل الخميرة وملعقة قطر بس مشان ناخد لون العجينة، يعني ما بيأثروا أبدا بنكهتها وحلاوتها. بينما يلي بده يحليها بيحط السكر بعد ما ضفنا اللبن الزبادي وأيضا الحليب البودرة. بهاي المرحلة بتضيفه. نعجن العجينة، وحطيت لها بس هيك رشة طحين حتى ما تلزق بالإيد. بنعجنها 5 دقايق على الأقل. رح أرفعها، بدي أخبطها على الطاولة بهالشكل هذا حتى تصير قطرة أكتر. هي كونه فيها لبن بيساعد على سهولة العجن، بس نحن بناخد نتيجة أفضل إذا حبيته بنخبطها. بعد هيك رح نلملمها بمعلقة زيت صغيرة، مسحة بسيطة على الإيد. هاي العجينة جاهزة، تعملي صينيتين مثل اللي شفتوهم ببداية الفيديو. شايفين العجينة هلأ صارت جاهزة، أخدت يعني 6 دقايق ل7 دقايق عجن. بحطها بوعاء مدهون كمان بقليل من الزيت النباتي، بغطيها وبتركها تتخمر ليتضاعف حجمها. ممكن تاخد ساعة ساعة و10 دقايق حسب الجو عنا. بقي عندي من الكوب ونص حليب ملعقة طعام. هلا عنا الحشوات، انا رح احشيها بجبن العكاوي، هاي اللي حضرتها مسبقا. هاي حلوة، ماني حط لأنا ملح، تركتها للحلويات وعم استخدمها اول باول. اذا ما توفرت عنكم بتستخدموا جبنة موزاريلا، تكون كمان ما فيها ملوحة. الحشوة الثانية اللي هي تمر، عندي 300 جرام، حطيت لهم رشة قرفة ورشة هيل وسمسم ومحلب، رشة صغيرة زنجبيل، وكمان جوزة الطيب وملعقة سمنة أو زبدة
لتلين التمر ونقدر نعجنه بسهولة. هلأ عندي العجينة اختمرت وضاعف حجمها مثل ما شايفين، برجعها لحجمها الطبيعي، نفرغ منها الهواء. هلأ بنقطعها بالأشكال يلي نحن رح نشكل فيها. إذا حابين تعملوها مثل المعروك بتصير معكن أي شكل بدكن إياه، ما في أي مشكلة. أنا بدي أعملها خلية، رح كورن قطع صغار. رح نحتاج لصواني فرن، إما مدهونين زيت أو زبدي أو مبطنين بورق زبدي. أخذت مقاس العجين على هوا الصواني اللي عندي وقطعتهم. هلأ بدي أعمل حشوة التمر، كورتها بالحجم اللي أنا بدي إياه للعجينة. نكون مفكرين مسبقا كيف نعمل الأشكال وعلى أساسها منشكل الحشوة. منحط الحشوة ومنسكر العجينة كتير منيح، منخلي مسافة بين كل حبة وحبة لأنها راح تتخمر. طبعا هاي العجينة بتقدروا تستخدموها مو بس للخلية، لأي حشوة بدكن إياها، مثلا عجينة مالحة لأنه هي ما فيها سكر، بتعملوها للحمة، للسبانخ، خلطة جبنة محمرة، قريشة، يلي بتحبوه. هلأ أنا خلصتها، بدي غطيها واتركها تتخمر ليتضاعف حجمها. ممكن تاخد 3/4 ساعة، ممكن تاخد ساعة. هلأ عندي يلي بالجبن قطعتهم لقطع بهذا الحجم، ما كبرت أنا كرات الخلية، خليتهم صغار. يلي بالجبنة منحاول نقفلها حتى ما تطلع الجبنة وهي عم تنشوى بالفرن، نتأكد انه الجبنة ما فيها مي. اذا كنا عم نحليها وكانت مالحة حتى ما تفتح العجينة وتطلع الجبنة، منشفها بقماشة. انا هاي منشفتها ومفرزتها، ما فيها مي ابدا ابدا. منتابع وهيك خلصناه هون. هلأ بغطيها وبتركها تتخمر هي ويلي بالتمر، نحطهم على الطاولة بجو الغرفة. هلأ بيبقى عنا خليط التغليف حسب الرغبة، يلي بيحب يضيف بيضة. أنا حطيت بيضة كاملة ومعلقة حليب وقليل من الخل الأبيض مشان زنخة البيض، أو بتحطوا فانيلا. وعندي سمسم للتزيين، يلي ما بده يحط بيض فيحط حليب بودرة مع شوي حليب سائل وشوي صغيري نسكافيه. بيقدر كمان يدهن العجينة بعد ما تتخمر، بزينها بالسمسم، بزينها بحبة البركة حسب الرغبة. دهنتها بخليط التلميع وحطيت لها سمسم. بنكون شغلين الفرن مسبقا على أعلى درجة حرارة، منخليه 10 دقايق قبل ما نحط الصينية ليحمى منيح. منخلي الصينية بالرف الوسط والتشغيل من الأعلى والأسفل، أو منشوي بالبداية من تحت، منخلي الصينية بالرف السفلي بعدين منخليها على الرف العلوي لتتحمر مع المراقبة. ممكن تاخد من 15 ل20 دقيقة. طلعها وبعدين بغطيها بقماشي لمدة مثلا 5 دقايق لتطرى تماما، وبقدمها مع دبس التمر وأيضا الحليب المكثف، بتناسب العائلة. شايفين طراوتها مثل المعروك، ناجحة وهشة وخفيفة. رابط إذا الحليب المكثف بتلاقوه بصندوق الوصف هو والجبنة. وإن شاء الله إذا صح لي وقت رح نزلكم طريقة عمل دبس التمر لتقدروا كمان تستفيدوا منه برمضان. هاي إذا بالجبنة العكاوي، شايفين العجينة قطنية خفيفة كتير كتير، ما أنا معجنة. فيكن تعملوها كمان لخبز البرجر أو البريوش، كلها بتصير. رح أترك لكم رابط المعجنات كلها يلي نزلتها مسبقا بصندوق الوصف، ألبوم كامل إذا حابين تطلعوا. هلأ صار لازم أودعكم، إذا لازمكن أي سؤال اتركوا لي بخانة التعليقات وإن شاء الله رح جاوبكن عليه قريبا. السلام عليكم.